السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الخامس، معكم المعلمة علا لمادة الرياضيات. اليوم رح ناخذ الدرس الثالث من وحدة الهندسة، وهو قياس الزاوية. الهدف اليوم هو التعرف على أداة قياس الزاوية وهي المنقلة، والهدف الثاني هو أن نجد قياس زاوية باستخدام المنقلة. أولاً علينا أن نتذكر معاً مفهوم الزاوية. الزاوية هي شعاعان لهما نقطة البداية نفسها، وهذه النقطة تسمى برأس الزاوية ويرمز لها بالرمز زاوية. لنتأمل الزاوية التالية. كما ترى فهذه الزاوية تتكون من شعاعان، شعاع با جيم نقطة البداية له هي با، والشعاع با ألف نقطة البداية هي با. عند التقاء هذان الشعاعان بنفس نقطة البداية، الشعاع با جيم والشعاع با ألف نفس نقطة البداية وهي با، فتتشكل لدينا هذه الزاوية. يكون رأس الزاوية فيها هو با، رأس الزاوية با. وأما ضلعي الزاوية فهما الشعاعان اللذان يتشكل منهما الزاوية. الشعاع الأول با ألف وهو الضلع الأول للزاوية، با ألف الضلع الأول للزاوية، والضلع الآخر للزاوية هو با جيم الشعاع الثاني. با جيم هو الضلع الثاني لهذه الزاوية. تسمى الزاوية بثلاثة أحرف أو بحرف واحد وهو رأس الزاوية. مثلا اسم الزاوية كما ترى الزاوية ألف با جيم، في الوسط يكون هو رأس الزاوية، رأس الزاوية با. أو الزاوية جيم با ألف، في المنتصف يكون رأس الزاوية. أو بحرف واحد وهو رأس الزاوية، الزاوية با. الآن سوف نتعرف على المنقلة. كما ترى المنقلة عبارة عن نصف قرص دائري، وهذا نصف القرص مدرج إلى تدريجات تبدأ من الصفر وتنتهي بمئة وثمانين درجة، ونسمي وحدة قياس الزاوية بالدرجة. كما تلاحظ فإن المنقلة مدرجة من اليمين إلى اليسار من الصفر إلى 180 درجة، ومدرجة أيضا من اليسار إلى اليمين من الصفر إلى 180 درجة. سوف أسمي مسار المنقلة من اليمين إلى اليسار بالعداد الداخلي. سوف أسمي المسار من الصفر إلى 180 بالعداد الداخلي، وسوف أسمي المسار للمنقلة من اليسار إلى اليمين بالعداد الخارجي. انظر، المنقلة العداد من الصفر الذي يبدأ من اليسار وينتهي باليمين إلى 180 درجة سوف أسميه بالعداد الخارجي. مثلاً لقياس الزاوية كاف لام ميم كما في الشكل، نضع رأس المنقلة على الزاوية لام كما تلاحظ، ندور المنقلة بحيث يصبح ضلع الزاوية لام كاف على الصفر جهة اليمين، والضلع الآخر للزاوية يؤشر على قياس هذه الزاوية. لنرى معا قياس هذه الزاوية. نعد بالعداد الداخلي: صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، وهنا خمسة درجات. إذن يؤشر الضلع الآخر لهذه الزاوية على قياس 35 درجة. إذن قياس الزاوية كاف لام ميم هو 35 درجة. فلنجد قياس هذه الزوايا باستخدام المنقلة كما تعلمنا. نضع مركز المنقلة على
رأس الزاوية كما تلاحظ. ندور المنقلة باتجاه الصفر بالعداد الداخلي كما ترى. نعد من اليمين إلى اليسار: صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة، مئة وعشرة، مئة وعشرون، وخمس درجات هنا، ويؤشر العداد إلى 125. إذن قياس هذه الزاوية هو 125 درجة. هيا لنقيس هذه الزاوية أيضا. كما قلنا سابقا، نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية هكذا. ندور المنقلة ليصبح الصفر باتجاه ضلع الزاوية. نستخدم هنا العداد الخارجي لنعد من الصفر من اليسار إلى اليمين. يحدد قياس الزاوية الضلع الآخر للزاوية. هيا لنعد: صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، وهنا لدينا خمسة درجات. إذن هذه الزاوية قياسها 55 درجة. ونسجل قياس هذه الزاوية 55 درجة. جد قياس الزاوية ألف با جيم في المثلثات التالية: ألف، كما تلاحظ المثلث ألف با جيم أو جيم با ألف كما في الشكل. حدد لنا السؤال: يجب علينا قياس الزاوية ألف با جيم. إذن رأس الزاوية هو با في المنتصف، رأس الزاوية في المنتصف. إذن لقياس هذه الزاوية يجب علينا وضع مركز المنقلة على رأس الزاوية وهو با هكذا. علينا تحديد الضلع الأول للزاوية وتثبيت المنقلة بالشكل الصحيح، حيث يصبح الضلع الأول جيم باء على الصفر، يؤشر على الصفر بالعداد الداخلي، والضلع الآخر باء ألف يؤشر باتجاه قياس الزاوية. ونعد من العداد الداخلي: صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. يؤشر الضلع باء ألف إلى قياس الزاوية وهي 90 درجة. ونسجل قياس الزاوية ألف باء جيم 90 درجة. لنقيس معا الزاوية ألف باء جيم كما ترى بالفرع باء لهذا المثلث. مطلوب ألف با جيم، إذن رأس الزاوية هو با كما تعلمنا. نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية المطلوبة، ولكن علينا أن نقلب المنقلة هكذا. نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية با. ندور المنقلة هكذا بحيث يصبح الشعاع با ألف يؤشر إلى الصفر كما ترى. الصفر الذي يؤشر عليه الشعاع هو بالعداد الخارجي. لنعد: صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون. الضلع الآخر للزاوية با جيم يؤشر على قياس الزاوية وهي 70 درجة. ونسجل قياس الزاوية با وهو 70 درجة كما ترى. أعزائي، سوف أحل السؤال الأول من تمارين ومسائل صفحة 118 كما ترى الشكل الآتي. يتكون من كثير من الزوايا، هو عبارة عن مستقيمان ويقطعهما مستقيم بشكل مائل ويشكل
زوايا. ألف، سمي كل زاوية بطريقتين مختلفتين. سنأخذ بعض الزوايا في هذا الشكل ونحدد رأس كل منها. مثلا لنأخذ الزاوية ح ميم ها، سوف أسمي الزاوية ح ميم ها ورأسها هو ميم. هيا نسجل الزاوية ح ميم ها، الرأس لهذه الزاوية في المنتصف وهو ميم. لنأخذ زاوية أخرى مثلا ها ميم زين، الزاوية ها ميم زين ممكن أسميها زين ميم ها، ورأس هذه الزاوية هو أيضا الحرف ميم. هيا نسجل الزاوية ها ميم زين، والرأس لهذه الزاوية أيضا هو ميم. نكمل الحل هنا. أيضا لنأخذ زوايا أخرى، لنأخذ الزاوية طا نون واو، ورأس هذه الزاوية هو نون. هيا المسجل طا نون واو، ورأس هذه الزاوية كما قلنا هو نون. نأخذ أيضا الزاوية يا نون واو، ورأس هذه الزاوية أيضا هو نون. يا نون واو، ورأس هذه الزاوية أيضا هو نون. الفرع باء، جد قياس جميع الزوايا في الشكل ثم حدد نوع كل منها. سوف أجد قياس الزوايا التي تمت تسميتها بالفرع ألف، ولكن لأحدد نوع كل منها علينا مراجعة ما أخذناه في الصف الرابع وهو أنواع الزوايا. النوع الأول من الزوايا هي زاوية حادة، كما ترى في الشكل الزاوية ألف هي زاوية حادة، يكون قياس هذه الزاوية أكبر من الصفر وأقل من 90 درجة. الزاوية الثانية هي زاوية قائمة، كما ترى فإن الزاوية ألف بهذا الشكل هي زاوية قائمة، يكون قياس الزاوية القائمة 90 درجة. النوع الثالث من الزوايا زاوية منفرجة، كما ترى الزاوية ألف هي زاوية منفرجة، يكون قياس الزاوية المنفرجة أكبر من 90 وأقل من 180. آخر زاوية موجودة عندنا الزاوية الرابعة، هي زاوية مستقيمة كما ترى على شكل خط مستقيم، تسمى هذه الزاوية زاوية مستقيمة، وقياس هذه الزاوية هو 180 درجة. هيا لنستخدم المنقلة لقياس هذه الزوايا الموجودة في الشكل. أولا سأقيس الزاوية ها ميم ها، أو سأسميها ها ميم ها. كما قلنا يجب وضع مركز المنقلة على رأس الزاوية وهو ميم كما حددناها. ندور المنقلة كما ترى بحيث يصبح الضلع ميم ح باتجاه الصفر في العداد الداخلي، وكما قلنا فإن الضلع الآخر لهذه الزاوية ميم ها يؤشر على قياس الزاوية، ونعد من الصفر، صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، وهنا خمسة درجات، إذن قياس هذه الزاوية 55 درجة. إذن نسجل قياس الزاوية ح ميم ها 55 درجة، وكما قلنا 55 هي أكبر من صفر وأقل من 90، إذن نوع هذه الزاوية هي زاوية حادة. قياس الزاوية الحادة، يكون نوع الزاوية حادة عندما يكون قياسها أكبر من صفر وأقل من 90 درجة.
وهنا الزاوية ح ميم ها قياسها 55 درجة، إذا أكبر من الصفر وأقل من 90 درجة. هيا معا لنقيس الزاوية الثانية وهي ها ميم زين. نعود للشكل، نضع رأس أو مركز المنقلة على رأس الزاوية، ندور المنقلة بحيث يصبح الصفر كما ترى على الضلع الآخر للزاوية. يؤشر ضلع الزاوية ميم زين على العداد الخارجي. لنعد 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 120. هنا يؤشر إلى 5 درجات، إذن الزاوية هنا 125 درجة. نسجلها مع الزاوية ها ميم زين قياسها 125 درجة. وكما قلنا فالزاوية التي قياسها أكبر من 90 وأقل من 180 يكون نوعها زاوية منفرجة. إذا الزاوية ها ميم زين كما ترى في الشكل، ها ميم زين هي زاوية منفرجة. هيا فلنقص الزاوية تا نون وا ونجد نوعها. نعود للشكل ونلاحظ الزاوية تا نون وا. لقياس الزاوية نجعل المنقلة بهذا الشكل حسب اتجاه الزاوية تا نون وا. نضع مركز المنقلة على الرأس نون، ندور المنقلة بحيث يصبح الصفر باتجاه الضلع نون تا. نعد من العداد الخارجي 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120. والضلع نون واو يؤشر إلى 5 درجات بعد 120، ويصبح قياس الزاوية تا نون وا 125 درجة. إذا نسجل قياس الزاوية تا نون وا هو 125 درجة. وإذا قياس الزاوية تا نون واو هو نفس قياس الزاوية ها ميم زين، إذا النوع هو نفسه، هي زاوية منفرجة. لنأخذ الزاوية الأخيرة وهي يا نون واو، نقيسها. نلاحظ كما في الشكل الزاوية يا نون واو، نستخدم المنقلة كما قلنا اتجاه المنقلة إلى الأسفل، نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية، ندور المنقلة بحيث يصبح الضلع نون يا يؤشر إلى الصفر، فهو يؤشر إلى العداد الداخلي، صفر العداد الداخلي. هنا نعد 0 10 20 30 40 50، 5 درجات. هنا إذا قياس هذه الزاوية 55، الضلع نون واو يؤشر إلى قياس سجلنا قياس الزاوية يا نون واو وهو 55 درجة، وهو يساوي قياس الزاوية الأولى ح ميم ها 55 درجة. إذا نوعها هي زاوية حادة. أعزائي طلاب الصف الخامس، انتهينا من شرح درس قياس الزاوية. أتمنى التوفيق للجميع.